لهيب نار المؤسس الأرض على استفتاقها ثلاثة أبعاد إلى دهر الداهنين رداء كل شهر الثوب على الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب من صوت رعدك تجزع ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى الموضع الذي أسست لها جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجف تغطي وجه الأرض أنت المرسل العيون في الشعاب في وسط الجبال تعبر المياه تسقي كل وحش الغيار تقبل حمير الوحش عند عطشها عليها طيور السماء تسكن من بين صنفور تغرق بأصواتها أنت الذي يسقي الجبال من علاليهم من ثمرة أعمالك تشكو أنت الذي يملك العشاء البهائم والخضرة لخدمة البشر ليخرج فرزا من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان تبدو أشجار الغار والجنان التي غرستها هناك تعشش العصافير ومسكن البرود يتقدمها الجبال العالية للأيلة صخور ملجأ من الأرانب صنع القمر الأوقات والشمس عرفت غروبها جعل الظلم فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب أشبال تزأل تختفى وتلتمس من الله طعامها أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت يخرج الإنسان إلى عمله ولا خدمته حتى المساء ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنع قد امتلأت الأرض من خليقتك هذا البحر الكبير الواسع هناك ثقافات لا عدد لها حيوانات صغار مع كبار هناك تجري السفن هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه وإذا أنت عطيتها جمعت تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا تصرف وجهك فيضطربون تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض ليكن مجد الرب إلى الدهر يفرح الرب بأعماله الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب لتبعد الخطأ من الأرض والأثمى حتى لا يوجدوا فيها باركي يا نفس الرب الشمس عرفت غروبها جعل الظلم فكان ليل ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت تركت فاستمعي أنصتي إلى صوتي تضرعي إن أصرخ استمعي يا حصينا على شفتي لا تمل قلبي لك لم الشرف فتعلن بعلل الخطأ مع الناس العاملين الإثم ولا أتفق مع مختريهم سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخطئ فلا يدهن به رأسي لأن صلاتي أيضا في مسراتهم قد امتلعت قضاتهم متقين بصخرة يسمعون كلماتي فإنها قد
لقد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم لأن يا رب يا رب إليك عيناي وعليك توكلت فلا تنزع نفسي ومن معاذير صانعي الهي تسقط الخطأ في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى العبور بصوتي إلى الرب صرفته أمامه تضرعي وبأحزاني قلت له خير في هذه الطريق التي أسلكها أخفوا لي فخا انصت إلى صوت طلبتي فإني قد تذللت جدا نزني من الذين يضاهكونني لأنهم قد اعتزوا علي أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك ينتظر الصديقون حتى تجازيني من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي لتكن أذناك منصتتان إلى صوت تضرعي مجد للآب والابن والروح القدوس أنا وكل أوان وإلى دار الدار للعالمين
السماء القدوس المغبوط يا سوى المسيح إذ قد بلغناه نور الشمس ونظرنا نورا مسائيا نسبح الآب والابن والروح القدس الإله المستحق في جميع الأوقات أن نسبح بأصوات بارقة فيبقى الله المعطي الحياة العالم لك يمجد ترنيمة المساء اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله لصلاتي وانصت بحقك الى صوت طلبتي اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي لنقل أيها الرب الضارب كل أبوابنا نطلب منك فاستجب وارحم ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب منك فاستجب وارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وإذا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العباد وكل إخوتنا في المسيح وإذا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ووكلائها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وايضا نطلب من اجل المطوبين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس ومن اجل جميع المنتقلين من ابائنا واخوتنا الموضوعين ها هنا وفي كل مكان الارثوذكسيين وايضا نطلب من اجل الذين يقدمون الاثمار والذين يصنعون الاحسان في هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار والذين يتعبون ويرتلون فيه ومن اجل هذا الشعب الواقف
المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. لأنك إله رحوم ومحب للبشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، مسبح ومجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا مثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب وعلمنا وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أمرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرف. لك ينبغي المديح، لك يجب التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أعبد وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك أن يكون مساءنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبغير خطية من الرب نحسن. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا من الرب نحسن. سامحة خطايانا وغفران زلاتنا من الرب نسأل. يا رب استجب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. ورسمك إليه نكمل بقية زمان حياتنا بسلامة وتوبة من الرب نسأل. يا رب استجب هنا واخر حياتنا مسيحية سلامية بغير مضرة ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ولروحك لنحني روحنا للرب. أيها الرب إلهنا، يا من قطعت السماوات ونزلت لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، لأن عبيدك قد أحنوا رؤوسهم وأخضعوا عناقهم لك أيها القاضي المرهوب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من بشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك. فاحفظهم في كل حين في المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الخبيثة. ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت حنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت حنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت حنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب وفقنا. يا قدوس قرع وشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوع ليعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن آمين إلى دار الدائرين المجيد الموقر لقد أرسلت النعمة من العلا لأهيشا ليطرد الأسقام ويطهر المرصى بدايه في كل أشفية لمكرمه دائما والقديس النبي إلياس الغيوم صاحب هذا المكان المقدس وجميع أحفاد يا رب القديس أيها رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا